الداخلية والمتابعة الميدانية الشخصية لسيد وكيل الاستخبارات أسفرت عن تحرير المختطفة هيلا ميمفيس بعد جهود. اليوم سعيد جدا لأننا استطعنا أن نرى هيلا ميمفيس هنا. قبل أيام كان لنا لقاء ورحبت مدى التزام وزارتكم ومدى التزام مؤسساتكم للعمل في هذه القضية. سعيد جدا وسعيدين أن نلتقي به ونسلم المخطوف بكامل صحتها وفرحها. شكرا مرة أخرى. نحن بلغنا الحكومة الفيدرالية الألمانية والحكومة أيضا قدمت شكرا وستقدمه بشكل. An excellent Premier Minister Mustafa Rakhmi, of course. أني مو كل جيدة بالبروتوكول ولكن أول شيء يعني معالي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. أشكركم شخصيا. شكرا جزيلا. All the other teams. وكل الفريق المرافق حضراتكم. Bisschen zum kleinen, also ich weiß, dass selbst der kleinste Sekretär وتقاطع المعلومات. تم التوصل إلى المكان الذي فيه المختطفة وبالفعل بعد التحرك السريع وأيضا الفريق التكتيكي في خلية الصقور والوصول إلى المكان وبالفعل يعني تم تحرير المختطفة اللي كانت موجودة في هيكل متروك في أحد مناطق الرصافة.